ليه عايز تقفل الصوت ليه؟ ليه؟ ليه مستقصدنا ليه؟ ليه مستقصدنا؟ انت شكلك جالك اوامر تقفل الصوت عليا، افتح الصوت واثبت العكس. كلام جه على لسان محمد رمضان وهو بيتخانق مع مدير فندق خلال حضوره وسحور احد الشركات اللي بيقدم ليها مجموعه من الاعلانات. ليه؟ انا مصري يا حبيبي وخادم في الجيش. فتعالوا معايا اعرفكم اصل الحكايه من طقطق لسلام عليكم. وانتهت خناقه رمضان مع مدير الفندق على ايه بالظبط؟ مشكله كبيره حصلت بين نمبر 1 محمد رمضان وبين مدير الفندق اللي كان المفروض محمد رمضان رايحه عشان يحضر السحور، واللي كانت عاملاه شركه من شركات الاتصالات واللي متعاقد معاها النجم الكبير وبيقدم لها اعلانات في شهر رمضان مع النجمه المصريه انغام. نمبر 1 كان المفروض انه هيحضر السحور وهيطلع على المسرح، وده عشان يغني ويقدم فقره للناس اللي حاضرين في اليوم الجميل ده. بس اللي حصل بقى انه اتفاجئ وهو لسه بيغني انه تم قفل الميكروفون عليه وهو لسه بيبدا، وده اللي استفزه قوي وخلاه يدخل شمال في مدير الفندق وينفعل عليه. مقطع الفيديو بتاع محمد رمضان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهر في نمبر 1 وهو منفعل على مدير الفندق، وده خلال تواجده في حفل سحور بالفندق بعد طلب مدير الفندق من العاملين قفل الميكروفون على رمضان بعد صعوده للمسرح، وده عشان يحقق طلب الجمهور اللي طلب منه انه يغني. محمد رمضان قعد يصرخ في وش مدير الفندق بعصبية شديدة وقال له بالحرف الواحد: السيد مدير الاوتيل، انا عارف ان غصب عن حضرتك، بس ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه؟ ليه مستقصدنا ليه؟ انا عارف ان امر جاي لحضرتك، اقفل عشان محمد رمضان موجود. وبعدها قعد محمد رمضان يزعق لمدير الفندق وقال له: ليه؟ ايه السبب؟ عايز اعرف سبب واحد، انا على فكرة مصري وخدمت في الجيش. الغريب بقى ان حفلة السحور كانت ماشية زي الفل وكان كل شيء تمام، والجمهور اللي كان موجود وقتها كان فرحان كله بوجود محمد رمضان، وكلهم قعدوا يتصوروا معاه اول ما دخل. وقعد كمان مع المسؤولين عن الشركة وقال: أنا بفتخر إني ما قلعتش تيشيرت الشركة من 2016، وثقة في الله نجاح، ومع بعض دايماً هنفضل مستمرين. وطبعاً ده مش أول موقف لخناقة تحصل مع محمد رمضان على المسرح، فكان برضو قبل كده بيحيي حفل زفاف وكان حاضرها وقتها الفنان باسم سمرة، وكانت ساعتها نمبر 1 بيغني، لكن برضو باسم سمرة عاوز يتكلم معاه، لكن حارس رمضان الشخصي حاول يمنع باسم سمرة، وكان وقتها نمبر 1 مشغول في الغنوة وقرر ينفض له، وده اللي غاظ باسم سمرة وخلاه بعدها يتخانق مع محمد رمضان ويمسك فيه وزقه كمان في صدره ساعتها. لكن يفضل بقى السؤال المهم في النهاية: يا ترى كان محمد رمضان يقصد مين بالظبط لما قال ان في اوامر جت لمدير الفندق بانه يقفل عليه الصوت وهو بيغني؟ ومين اللي من مصلحته يدمر مسيرة نجم مصر الاول حاليا؟